السؤال، اللغة القبطية لماذا نستعملها كثيرا إذا كان الله خلق العرب؟ ومعظم الناس في القداس مش فاهمين حاجة، ونصهم بينام ويشعروا بملل. لا، أنت فاكر نفسك لما تقوم كل الناس يناموا، أو أنت لما تشعر بملل وعدم فهم تفتكر كل الناس كده. بمرور الوقت الناس بيتعلموا. هو احنا لو لغينا اللغة القبطية هنلغي الألحان وننزل الموسيقى القبطية، ودي خسارة كبيرة جدا. كمان لما تلغي اللغة القبطية بتلغي هويتك وأصلك، لأنك أصلك قبطي. ومش المهم في القداس بس عنصر الفهم، ممكن التأثر والمشاعر ليها فايدتها كبيرة. مفيش شك أي واحد بيسمع لحن أبيوس الحزيني بيعرف معناه، وبيعرف كلمة أبيوس يعني قدوس، بيعرف ويعرف إن الزفاف التريكي يعني مجد الأب والابن. بطول الوقت الناس بيربطوا حاجات كتير، ومع ذلك دلوقتي في جزء كبير من القداس باللغة العربية، لكن ما نقدرش نلغي هويتنا كلها من أجل إن أحد يفهم أو ما يفهمش. ده أنت لو فهمت كل نص القداس كفاية عليك.